من الموسيقى والأغاني إلى الطب والأبحاث مع ضيفنا لليوم دكتور محمد حسن نور الدين. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك. حضرتك متخصص بجراحة الدماغ والأعصاب ورح نحكي عن إصدار جديد. بس شو صاير عليك دكتور؟ بس في أعرف جراحة الدماغ والأعصاب وعمرك 25 سنة وعندك إصدار عن هالموضوع، شو صاير عليك؟ يعني بالنهاية كل طالب طب بس يوصل لمرحلة الاختصاص بده يختار اختصاص معين. هلا انا قصتي شوي غير يعني بالنسبه لاختياري، لانه حبيت هذا الاختصاص من وقت ما كنت بتاني سنه بالجامعه. يعني عرفت شو بدك تتخصص من تاني سنه. 100% اوكي. بيجي راحة الدماغ والاعصاب والكتاب اسمه نورو اناتومي بيزكس كلينيكال جايد، او بالعربي مبادئ التشريح العصبي. شو رح نشوف شيء جديد عن يلي بياخذوه الطلاب بالجامعه؟ اوكي سو القصة بلشت وقت اللي كنت طالب عم مدرس هذا الاختصاص بكلية الطب بالجامعة اللبنانية الأمريكية. وقت اللي بلشنا ندرس هذا الاختصاص المادة كتير صعبة وكتير دسمة، وما في عنا ريفرنس للطلاب، يعني صحيح مرجع خاص بالطلاب بيقدروا الطلاب يدرسوا بهالفترة القليلة اللي هي محددة لهذا الاختصاص بكلية. كيف يعني قدي الفترة؟ حوالي الشهر تقريبا، شهر وشوي. هودي هني المدة المحددة للنيورو أناتومي بس. صحيح صحيح. اللي هي كمان مدة مش كافية بعتقد ليقدروا ياخدوا كل هالمعلومات. صحيح. بس تحدي إذا طالب عم بيكتب كتاب لطالب آخر. ايه هون كان التحدي. والحمد لله بالتوفيق من الله يعني قدرنا انه نتواصل مع شركة السيفير ووافقوا لنا على المشروع. اكيد ما وافقوا دغري، لانه هذا مشروع بده عملية ثقة يعني. صحيح. اخذ المشروع لمضينا الكونترا تقريبا شي 5 اشهر. بس انت هلا بتاني سنة اختصاص وعم تكتب معلومات، يعني لازم تكون متخصص ومخلص اختصاصك وعامل كتير تجارب يمكن تكتب كتاب عن هالموضوع. كان في مساعدة من حدا؟ أكيد. ارتكزت على مراجع معينة؟ أكيد. المساهمين اللي في عدة مساهمين ساهموا بالكتابة بالمراجعة بالتدقيق، هم مساهمين من عدة جامعات، في منهم أغلبيتهم إذا بدك من لبنان ومن الأيو، في من جامعات تانية من الجامعة اللبنانية، وفي عنا كمان مساهمين من جامعات كتير مهمة من برا مثل جون هوبكنز وهنري موندور وتولين يونيفرسيتي. بدون مساعدة هول كونتريبيوترز هذا الكتاب ما كان بيصير، وما كان بيصير بهالفترة القليلة. قد ايه اخذ معك وقت؟ التحضير له اخذ تقريبا 5 اشهر، مضينا الكونترا، من وقت ما مضينا الكونترا لاخر كلمة كتبناها اخذت تقريبا شي 6 اشهر. طب قد ايه الاساتذة بالجامعة دعموك دكتور كمان؟ دعم كامل. دعم كامل، وخاصة وحفلة التوقيع تمت بقلب الجامعة من أيام قليلة ب 18 شهر. صحيح. بمركز الطبي إذا بدك للجامعة اللبنانية الأمريكية مستشفى رزق. دعم كامل من الجامعة، من رئيسها، ومن كلية الطب أكيد. وهذا الشيء تمثل بأنه كلية الطب اعتمدت الكتاب كمرجع لطلابها تدريس. هذا هو المرجع الأساسي لهذا الاختصاص لطلاب الطب. ذكرنا اسمه بالعربي. مبادئ التشريح العصبي. اوكي. مبادئ التشريح العصبي كلها موجوده بهيدا الكتاب، في شيء جديد نعرفه عن يلي انتم درستوه بالجامعه؟ اوكي. بالنسبه للتشريح العصبي، هو الامراض العصبيه او التشريح العصبي اذا بدك هو اختصاص كثير واسع، وما فينا نختصره بكتاب واحد. ولكن 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 المعلومات اللي لازم يعرفوها طلاب الطب بهذا المستوى موجودة كلها بهذا الكتاب. طب برأيك من بعد ما تخلص اختصاص وأكيد يجي عامل الخبرة، إذا جات أخذت هالكتاب وتصفحته في إشياء يمكن بتتنقح؟ هلأ ما ناخذ بعين الاعتبار أنه أكيد الطب على تطور، ايه. بس بتحس أنه لا، هالكتاب عن جد فيه كل شيء لازم يعرفه الطالب. صحيح. على مستوى طلاب الطب لهذه الفترة اللي نحن فيها، لانه ما بنعرف بعد 10 سنين شو ممكن يكتشفوا، شو ممكن يصير في اشياء جديده يعني بهذا الاختصاص. ما هي بقول عامل انه التطور الطبي. صحيح. طب قديش التطور الطبي عم بيكون سريع بمجال جراحه الدماغ والاعصاب بالفتره القليله الماضيه؟ اذا بدنا نحكي من 20 ل 30 سنه صار في نقله نوعيه بهذا الاختصاص، نقله نوعيه على مستوى التقنيات اللي بيستعملوها بالجراحه، على مستوى الأبحاث اللي عم تصير، التصوير. صحيح. التصوير هو مادة أو شيء كتير مهم بهذا الاختصاص.
كتير مهم، لأنه إذا في عندك أي عملية بدك تفوتي فيها ما فيك تفوتي إذا ما عندك صورة. أوكي، بدك تعرفي حالك وين رايحة وشو بدك خاصة تعمل. أنه نعرف دايما بس شخص يعني بيكون عايز عملية بالرأس قديش بيكون في تخوف من المحيط، لأنه يمكن هي عملية بتكون حساسة جدا وقال غلط ممكن يعرض يمكن هالمريض لشلل صحيح نصفي أو كامل. صحيح صحيح، عمليات الدماغ هي إذا بدك من أخطر العمليات، بس ما بقى صعبة قد قبل. مزبوط، يعني صار في كتير تقنيات جديدة بمساعدة التقنيات كتير تحسن وضع جراحة الدماغ والأعصاب. أوكي، كنت عم بتقول إنه هذا الكتاب هو كافي لهالمستوى، عن أي مستوى عم نحكي؟ مستوى تعليمي لطلاب الطب. لفترة الاختصاص كلها؟ لا، مش للاختصاص تبع جراحة الدماغ والأعصاب، لا الطلاب اللي عم يدرسوا بعدهم بكلية الطب. يلي عم يدرسوا يعني طب عام ميدسين جنرال. أوكي. صحيح، بيمرقوا بفترة لازم يدرسوا هذا الاختصاص اللي هو التشريح العصبي، يلي وقته شهر أو شهر ونصف، شهر فترة. شهر وشوي، هذا الرفرنس هو لإلهم. أوكي. هلأ ناكست، شو بتحس حالك رح تعمل؟ يعني إذا بال 25 بتاني سنة اختصاص عملت كتاب، بعدين شو رح تعمل؟ هلأ في كتير مشاريع، بس أنه كتب وغير كتب. كتب أكيد، لأنه كانت تجربة كتير حلوة، واللي شجعني أكتر هو الحماس تبع الجامعة وتبع كلية الطب وتبع الدكاترة ودعمهم. يعني قصدك دعمهم الكامل. كنا عم نحكي تحت الهواء عن عملية التشريح كيف بتصير. هلأ ما بعرف إذا فينا نخبر العملية كلها سوا على الهواء. أيه. بس أنت كنت عارف حالك شو بدك وعارف حالك وين رايح وشو ناطرك. صحيح مزبوط، ما صحيح. كان عندك ولا أي تردد أبدا. من تاني سنة، من تاني سنة وقت اللي درست تبلشت بهالمعلومات. إيه، مش بهول المعلومات بالتحديد، حتى بلفل أقل من هيك. وقت اللي أخذنا نيورو ساينس، يعني دراسة علم الأعصاب، عجبتني الفكرة كتير. طب هو معروف بالجامعات الطب انه يلي بده يعمل اختصاص كمان في عنده تحدي، انه في عنده مستوى علامات بده يحافظ عليه تيقدر يعمل جراحة. صحيح صح؟ صحيح. هلا قديش هيدا انت كمان اشتغلت على الموضوع لانه هيدا الهدف براسك وانت بدك مزبوط. توصل عليه دكتور. مزبوط، هيدا المشروع يعني بلشت اشتغل عليه من وقت ما قررت انه انا لازم او بدي اعمل هيدا الاختصاص، يعني من تاني سنة بلشت شارك بأبحاث عن خلايا سرطانية، خلايا دماغ سرطانية إذا بدك، وأبحاث عليها. رجعنا بكلية الطب، وسعت شوي أبحاثي أكتر، أكيد كله تحت السوبرفيجن تبع الدكاترة تبعنا. وبعدين بلشنا بمشاريع. بس أكيد هلأ الأبحاث بتعملوه لأن هي جزء من البرنامج الدراسي بالطب الأبحاث. إيه، بس مشكلة الأبحاث بلبنان إنها ليميتد، منا مثل الأبحاث اللي بتصير من برا. مزبوط، والسبب الأساسي مش الخبرة أو الذكاء أو القدرة تبع الدكاترة أو التلاميذ اللي عنا، المشكلة الأساسية هي بالتمويل وبالمباني الخاصة بالأبحاث. أوكي، طيب دكتور، عم نقول كنا إنه الطلاب كتير بيستفيدوا من الكتاب، قديش كمان الكتاب معقول يفيد الدكاترة؟ هلأ الدكاترة أكيد مفروض اللي هن عم يعلموا الطلاب هذه المعلومات مفروض يكونوا بيعرفوها، لأنه مثل ما قلنا هذا مبادئ التشريح العصبي، يعني هذا البيسكس تبع هذا الاختصاص. بس لأنه ذكرت حضرتك أنه الوقت قليل، هو شهر أو شهر ونص، قديه من بعد ما يقطع شهر ونص بيقدر يكون هذا الكتاب مرجع كمان بين الدكاترة والطلاب؟ هذا الكتاب كيف ساعد الدكاترة إذا بدك قلك بأنه عطاهم مرجع يقولوا للطالب هذا مرجعكم. ايه. لانه ما في مرجع يعني عن يلي عم تدرسوه بين ايديكم. صحيح. اوكي. الكتاب كمان هو متوفر اونلاين، يعني ممكن اي شخص خارج لبنان اذا حابب يطلع على الكتاب ممكن. مزبوط. عم يوصل لك ما بعرف ريفيوز من برا، من طلاب من برا عم بيراسلوك. هلا اغلب الريفيوز عم يكونوا من الجامعه ومن المستشفى عندنا، لانه هن صار عندهم اكسبوجر للكتاب اذا بدك اكثر من برا. وننسى انه بعده ما له زمان طالع الكتاب، يمكن شهر او شهرين. فاغلب الريفيوز عم تكون من الطلاب والدكاتره اللي عم يقروه عنا. اوكي، والفيدباك كثير منيح لهلا الحمد لله. الحمد لله. دكتور محمد حسن نور الدين، احنا بنشكر حضورك معنا، بدنا نقول لك مبروك هالانجاز. شكرا كثير، ومنهنيك عن جد، برافو. شكرا، عقبال ما نشوفك هيك مع شهاده كثير كبيره. شكرا الى الاهل وسهلا فيك. نحن معك رح نختم الحلقه والختام مع تقرير رياضي. بكره اكيد موعد جديد مع اخبار الصباح، انطرونا. باي باي. 8 مليون.
سانتياغو برنابيو يستي ولد في 8 يونيو 1895 وترتيبه السابع بين إخواته أصغر من زواج والدهم خوسيه إيبانيز برنابيو، وهو محامي المولود في أوتنتنت ومقره في المناسة، وأمه أنطونيا يستي نونيز من أصل كوبي. الشاب سانتياغو عندما كان في الخامس من العمر انتقل مع عائلته إلى مدريد، حيث كان يدرس مع إخوانه الثلاثة الأكبر منه سناً. وعند بداية دراسته بدأ تعلقه بالكرة مبكرا عندما يشاهد بقية من يكبر سنا يلعبون، وقرر أن يبدأ هذه الهواية، وخاصة أنه أخواته الكبار كانوا عم يمارسوها باستمرار. وعندما بدأ لعبه لاحظ جميع من حوله بوادر موهبة في كرة القدم، وبعد ذلك أصبح متعلقا بشدة وكان يلعب الكرة باستمرار، وقرر مع بعض زملائه تأسيس فريق وتم تعيينه كابتن للفريق. وفي عام 1902 سنة من بعد تأسيس ريال مدريد حقق فريقه المدرسي أولى بطولاته في مدريد بعمر 7 سنوات، وبدأ بالاهتمام بدراسته بجوار لاعب الكرة، وكل صيف كان يعود إلى بلدته التي ولد فيها، وذلك للاستعداد للعام الدراسي المقبل. وفي أحد الإجازات توفيت والدته، فقرر بقية الأسرة البقاء والسكن في مدريد، وبالتالي استطاع سانتياغو العودة لممارسة كرة القدم باستمرار مع بقية أصدقائه في الإجازة، حتى تم تسجيله في نادي ريال مدريد بعمر 14 سنة في فريق ناشئي مدريد. في موسم 1913-14 وبعمر 17 لعب سانتياغو أول مباراة له مع فريق مدريد، وكان ضمن القائمة الأساسية بجوار شقيقه الآخر مارسيلو، وكان ظهوره الأول نجاحا، واستطاع أن يكون اللاعب الأول في النادي والهداف الأول كذلك. وقد لعب مع ريال مدريد 16 موسم عكس شقيقه مارسيلو الذي لعب 4 مواسم فقط، سجل خلالها أكثر من 1200 هدف خلال جميع المباريات اللي لعبها مع الفريق. وبعد اعتزاله اللاعب قرر مواصلة دراسته العليا في تخصص القانون ليعود للفريق فيما بعد كإداري في النادي في العام 1929. مما يزيده كان يلعب داخل منطقة الجزاء كمهاجم صريح، ولكن في كثير من الأحيان يعود ليلعب كوسط مهاجم، وكان يعتمد على بنيته الجسدية بجوار مثابرته وتفانيه من أجل الفريق الذي لعب له في تسجيل الأهداف، وتميز أيضا بمقدرته على إصابة الهدف بدقة. بعد انتهاء الحرب الأهلية في إسبانيا عام 1939 وعودة الحياة للعبة كرة القدم، عاد سانتياغو للنادي ولم يجد إلا نادي ميت، فالمنشآت دمرت وأعضاء النادي والإدارة البعض قتل والبعض اختفوا أثناء الحرب والبقية تفرقوا، بل وبعض من إنجازات النادي التي حققها في السنوات قبل الحرب قد سرقت، وأكثر من ذلك والتي كان نتاج غياب النادي لأكثر من 10 سنوات عن إنجازات تذكر. وفي الوقت الذي تم إنشاء نادي جديد ناتج عن اندماج فريقي القوة الجوية وأتلتيكو للطيران المسمى حاليا أتلتيكو مدريد، والذي سيطر على معظم بطولات ما بعد الحرب مع أنه هبط في آخر نسخة من الدوري قبل الحرب، ولكنه تم السماح لهم بالعودة إلى الدرجة الممتازة. لم يتلقى ريال مدريد أي مساعدة من الحكومة في إعادة البناء مثل بقية الأندية، وبالتالي شرع سانتياغو برنابيو لقضاء عدة أشهر بتقصي الحقائق والاتصال باللاعبين والمديرين وأعضاء النادي السابقين، وذلك لإعادة هيكلة النادي. في عام 1943 بعد استقالة رئيس النادي السابق أنطونيو سانتوس بيرالبا، تم انتخاب سانتياغو برنابيو رئيسا لريال مدريد، وبدأ بعد فعليا مشاريعه وتحقيق أفكاره لإعادة هيبة النادي. وسرعان ما بدأ سانتياغو برنابيو في بناء الملعب الجديد تشام مارتن، أكبر ملعب في أوروبا في ذلك الوقت، بساعة وصلت لأكثر من 120 ألف متفرج، والمدينة الرياضية حيث يتم تطوير اللاعبين بدون إفساد أرضية الملعب، وأعضاء النادي يستطيعون التمتع بالمرافق بمساعدة رايموند سابورتا الذي يعتبر ساعده الأيمن. تم افتتاح أقسام أخرى لكرة السلة والطائرة واليد والتنس والبيسبول والجمباز. في 14 ديسمبر عام 1947 تم افتتاح ملعب تشامارتن الجديد في مباراة ودية بين ريال مدريد وليشتنشتس البرتغالي، وانتهت بفوز الريال 3-1. في 52 تمت دعوة نادي ميلوناريوس بوغوتا الكولومبي للاحتفال بمرور 50 سنة على تأسيس النادي الملكي. وخلال المباراة كان أدون سانتياغو متعجب من لاعب هذا الفريق الذي يعتبر مجهول في القارة الأمريكية، وبقيادة ألفريدو دي ستيفانو فاز الفريق الكولومبي 4-2 بمستوى أدهش جميع الحاضرين. سجل دي ستيفانو هدفين لفريقه، وقال دون سانتياغو لرايموند سابارتا: أنا أريد هذا اللاعب، يجب أن يلعب في مدريد بأي ثمن. وأحضر معه لاعبين صنعوا التاريخ الذهبي لريال مدريد مثل خنيتو مولوني، سانتا ماريا، ميغيل مونوز، كوبا، جوستينيو، بوشكاش. وحصل دي ستيفانو على البيتيتشي 5 مرات متتالية، وقاد الفريق الفوز بالدوري بعد 21 سنة. في 4 يناير 1955 في الاجتماع السنوي وافق الأعضاء بالإجماع على تغيير مسمى الملعب الجديد في ملعب تشامارتن إلى ملعب سانتياغو برنابيو، ولم يعجب هذا الشيء الرئيس سانتياغو لأنه اسم تشامارتن كان جزء من حياته، ليبقى إلى الآن عايش هذا الملعب وتحت اسم سانتياغو برنابيو.